الله وبركاته. حياكم حياكم الله في سكاكر، يا أحلى سكاكر. أريد منكم تحية قوية لأجمل فلافل. شكرا لكم شكرا لكم، أشعر بالسعادة والمرحة والبهجة. أتدرون لماذا أنا سعيدة؟ لماذا؟ لن أخبركم عن سبب سعادتي، والآن سأدع هذا المشهد المسرحي يخبركم عن سبب سعادتي. هكذا أشعر بالكآبة والكسل ولا أريد أن أفعل شيئا. لماذا أنا هكذا؟ لماذا أنا هكذا؟ السلام عليكم يا كاندي، كيف حالك؟ الحمد لله، وكأنني كئيبة وقليل من الكسل يا سالي. لماذا يا كاندي؟ نحن الآن في إجازة ومن المفترض أن تكون سعيدة. ما أدري يا سالي، صدقا أنا أشعر بالحزن يا سالي، وما أدري لماذا. أها عرفت، الآن أتريدين أن تكوني سعيدة يا كاندي؟ أكيد طبعا. إذا اتبعي كل ما سأقوله لك ونفذي كل أوامري بحذافيرها. لكن سوف تضمنين لي السعادة يا سالي؟ إن شاء الله مضمونة 100% يا كاندي. وأول شيء تفعلينه اليوم هو إذا نادت عليك الوالدة الله يحفظها، تردين عليها سريعا وتقولين لها نعم يا أمي. طيب إن شاء الله، أبشري. طيب أنا سأذهب الآن وأتركك مع أول وصية وأول يوم وأول وصية. غريب غريبة سالي، هذه والله، يعني عندما أقول لأمي نعم سريعا أكون سعيدة. غريبة من سالي. يا كاندي يا كاندي، أين أنت؟ نعم نعم يا أمي، أنا هنا. هل تريدين مني شيئا؟ غريبة يا كاندي، تردين علي من أول مرة. بارك الله فيك يا كاندي. لماذا تتعجبين يا أمي؟ أنا جدا سعيدة يا كاندي، لأنك كنت لا تجاوبيني من أول مرة وتتعبيني كثيرا. وأنا سعيدة لسعادتك يا أمي. أنا سعيدة جدا يا أمي. أسعدك الله في الدارين. لكن غريبة، لماذا نادتني أمي ولم تطلب مني شيئا؟ هاي يا كاندي، هل نفذت أول وصية؟ نعم لقد نفذتها يا سالي. على أكمل وجه يا سالي. الآن يا كاندي الوصية الثانية، وهي عندما تطلب من أمك طلب تقولين لها حاضر يا أمي وتنفذين كل طلباتها. فهمتي؟ أنا بذهب الآن، مع السلامة. طيب يا سالي، سأنفذ كل طلباتك من أجل سعادتي. غريبة يا سالي، تريد أن أنفذ هذه الأمور؟
لكي أجد سعادتي؟ عادي، كل هذه الأمور لأجل سعادتي. يا كاندي، يا كاندي، حاضر نعم نعم يا أمي، ماذا تأمرين؟ أريد منك أن تغسلين الصحون والمواعين لأنني متعب اليوم. حاضر يا أمي، أبشري بكل خير، سأفعل ما تقولين. ما شاء الله، كأنك تغيرتي، كنت تقولين لي دائما أنا متعبة لا أستطيع. الحمد لله يا أمي، أنا أستطيع عمل ما تريدين وأكون سعيدة بذلك. أسعدك الله يا كاندي، سأذهب لأرتاح قليلا. في أمان الله يا أمي، وأنا سأذهب لغسيل الصحون. من الواضح أنني نمت كثيراً. هيا سالي، أين أنت؟ أنا في انتظار الوصية الثالثة. الوصية الثالثة يا كاندي هي عندما تشاهدين أمك تفعل شيء تساعدينها. مع السلامة. حاضر يا سالي، سأساعد أمي في كل شيء حتى لو ما طلبت مني. غريبة جدا. السلام عليكم يا كاندي، تعالي يا ابنتي ساعديني في ترتيب البيت، سوف يأتينا ضيوف بعد قليل. حاضر يا أمي، ما رأيك أن تذهبي أنت وأنا سأرتب البيت. رضي الله عنك يا كاندي، كما أرضيتيني وجعلك سعيدة دائما. أنا أشعر بالسعادة بسبب دعائك لي يا أمي. ما شاء الله، أراك سعيدة يا كاندي. أنا أسعد إنسانة في الدنيا. شكرا لك يا سالي. مع السلامة يا كاندي. مع السلامة. شكرا. أحبك يا كاندي.